كل سنة وانتو طيبين، اهلا وسهلا بيكو بعد العيد، اهلا وسهلا. طبعا بعد العيد بقى احنا دلوقتي، بس اجمعكم كده عشان انا لكم من امبارح على فكرة. النهاردة طبعا عايزين نتكلم مع بعض عن ازاي نقدر نخس بسهولة، من غير عملية، من غير أدوية. ازاي ان احنا طبعا هنخس ليه؟ طبعا كل واحد لازم يبقى عنده نظريته، احنا عايزين نخس ليه. اول حاجه بنتكلم عليها ان احنا عايزين نخس عشان صحتنا، عايزين نخس نبقى خفاف، عايزين نخس علشان نقدر نتحرك، عايزين نخس علشان ما يجيلناش امراض، عايزين نخس. بعد كده كل سنة وانت طيبة موني، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبين، كل سنة وانت طيبين. بدأنا نطلع اهو، بدأنا نظهر مع بعض، يلا بينا. احنا دلوقتي بنتكلم ونقول انا عامله اللايف معاكم ده ليه؟ عشان نخس، عشان صحتنا طبعا، عشان انا بنقي اهم حاجه، اهم حاجه والضروري جدا، والضروري جدا طبعا. زينة رمضان موجوده طول الصيف. انا زينة رمضان معايا بتقعد طول الصيف، على الشتا بقى نبدأ نغير. تمام. فطبعا بيجي نجيب بقى وكده، ببدأ ان انا انورها، خصوصا يكون في اطفال صغيرين، حابة افرحهم بالحاجات دي. فطبعا احنا مع بعض دلوقتي، علشان انا اللايف ده زي ما قلت لكم انا معاكم من قبل رمضان، وانا وعدكم باللايف ده عشان نخس مع بعض احنا وانتوا. يعني انا طبعا انا لسه بدات. اسماء اهلا، انت اللي على السوله، اهلا وسهلا. كاميليا كيمي اهلا وسهلا. سمسمه كل سنه وانتوا طيبين. مين فيكم اللي عايز يخس؟ توته ليه زعلانه؟ ليه توته؟ لا تزعليش خالص. زهرة اهلا. الموضوع ده والله هو موضوع جامد جدا وسهل، انتوا عارفين كل حاجاتي سهلة وبسيطة، ومن ضمنها حتى الخسسان معايا ان شاء الله هيبقى سهل وبسيط وعلى قد الايد جدا جدا جدا. وطبعا دايما احنا بنتكلم عن حاجة بنقول احنا بنعملها ليه. احنا عايزين طبعا، انا هقرا كل كلامكم ده بس عشان اتكلم معاكم في الموضوع على بعضه. انتم منوريني جدا جدا جدا، بقيتوا خلاص تدخلوا معايا اهو في الموضوع، وحتى اللي هيخش معايا متاخر في اللايف ممكن يعيده من اول تاني عشان ما اضيعش. انا نفسي اخس، اخر مره كان عندي 100 كيلو من سنتين. هتخسي والله، الخسسان سهل جدا يعني، الحمد لله. في الاخر انا اكتشفت ان هو ولا حاجه يعني، الحمد لله الحمد لله. هو عايز ايه الخسان ده؟ احنا قلنا بنخس ليه الاول؟ علشان اهم حاجه صحتنا، بعد كده مش عايزين يجينا امراض، عايزين نبقى خفاف ونعرف نروح ونيجي ونتصرف بسهوله جدا. طيب ايه اللي احنا محتاجينه عشان نخس بسهوله؟ عشان ان شاء الله يعني نبدا نخس مع بعض. انا ماشيه معاكم، لان انا طبعا لسه برضو ما وصلتش اللي انا عايزاه، لسه مكملين مع بعض ان شاء الله. عايزين ماشي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. منال منورين، الحمد لله، ربنا يخليكم يا رب. منال كل سنه وانت طيبه. طبعا حنان عايز اراده، اكيد اراده، ما دام الاراده بتقوى اول ما بتلاقي نفسك بدات تنزلي، الاراده بتبقى قويه جدا، بتبقى عايزه خلاص تخش في اللي بعديه، تخش في اللي بعديه ان شاء الله يعني. هبه اهلا وسهلا. فاتن منورين. ميرو اهلا اهلا. سلمي عليها كتير بنتك. انس اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. اميره وانت طيبه اهلا وسهلا. توتا حبيبتي. صافي كل سنه وانتم طيبين يا رب. تمام، احنا بقى بنيجي للموضوع المهم بتاعنا. طبعا انا ما شاء الله شايفه كلام كله حلو، لو قلت عليكم كلكم انا مش هحكي لكم الموضوع. بصوا، انا خسيت ازاي؟ مفيش عمليه، مفيش ادويه، مفيش حاجه خالص. يعني كتير انت عملتي عمليه او خدتي ادويه تخسيس او خدتي الكلام ده خالص، مفيش عمليه، مفيش ادويه تخسيس خالص. انا يمكن جربت ادويه تخسيس قبل كده زمان، انما دلوقتي المره دي لا، المره دي هي اراده. يبقى انا عايزه اخس ليه؟ دي لازم احطها في دماغي قوي. بصوا عارفين زي ما بتكونوا بتذاكروا امتحان كده، هي كده بالظبط. انا عايزه اعرف انا عايزه اخس ليه، وبعدين عايزه البس حلو،
عايز يبقى شكلي كويس في اللبس، عايزه ابقى مش ماشيه كده الوظه قوي يعني. مع اني برضو مش مع النحافه، يعني مش مع ان الواحده تبقى بوصه تبقى رفيعه قوي، لا مش معاها برضو دي خالص. خليكي متوسطه، خليكي في الحلو برضو عشان صحتك، يعني مش عشان صح يعني، لان الجسم لما يكون رفيع جدا وعلى العظم بس بتبقى مناعه قليله جدا، بتبقى اي حاجه بتاخدوها بتاثر عليكم، بتبقى اي حاجه بتتعرضوا لها بتاذيكم. فلازم يبقى الخساسان بالمعقول. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بحب قوي ان انت لما تيجي مثلا توزني، انت وزنك مثلا طولك 160 165، يبقى انت هيبقى وزنك مثلا 70، قاعده اكتر المعدل سنه صغيره. بلاش احنا كنا الاول الموضه عندنا خلاص انا وزني مثلا 105 وطولي 165 هيبقى وزني 65، ده كان كده زمان شويه. معقول حلو مش وحش، بس انا بقى لما تكوني زياده سنه مش وحش برضه، خليكي في المعقول، خليكي في المعقول. مش لازم ده ايه، لانك لما تبداي تخسي انا عارفه انك هتشدي قوي وتبداي تقول لا انا عايزه كمان انا عايزه كمان، وتفضلي تنزلي 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 لغايه ما ممكن ان انت توصلي لمرحله ان انت هتبقي رفيعه جدا والمناعه عندك هتقل وهتعي بسرعه، واي حاجه تعرضي لها هتاذيكي. فاحنا مش عايزين ده، احنا عايزين نكون في المتوسط. كركم والله بصوا، ولا شربت الكلام ده خالص، لا كركم بالعسل ولا الكلام ده كله كله. بصوا ما فيش حاجه اسمها انت بتشربي حاجه او بتاكلي حاجه هتخسسك، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انت لو كلتي حاجه او شربتي حاجه ان هي ممكن تساعدك ان هي بس تفضل في المعده فتره طويله فما تجوعيش بسهوله، دي هي الحاجه الوحيده. انما انا هشرب حاجه او هاكل حاجه عشان تخسسني، يا ما شربنا ويا ما اكلنا ومفيش فايده. هي اكتر حاجه ان انا لازم افكر الاول انا عايزه اخس ليه، وتاني حاجه يبقى عندي اراده قويه جدا، اراده قويه انا عايزه اخس، ودي هتحصل بسهوله. ازاي بقى؟ هقول لك عليها. احنا بس اهم حاجه ابقى عارفه ان اي حاجه، الله يسلمك حبيبتي ماجده، سلام يا رب. اهم حاجه تبقوا عارفين ان اي حاجه باكلها هتخن. مفيش حاجه اسمها انا باكل حاجه مش هتخني. نشويات طبعا اولها، سكريات، فاكهه، خضار. يقول لك الفاكهه بتتخنش لا بتتخن، البطيخه بتتخنش لا بيتخن، البرتقال بتتخنش لا بيتخن، كل حاجه بتاكليها بتتخن، كل حاجه بتاكليها بتتخن. فاحنا هنبدا الاول مع بعض ريجيم. لا ما هو عشان كده بتعملي دايت ترجعي زي ما كنتي، لا ما ده اللي احنا مش عايزين نعمله، احنا ما بنعملش دايت. يعني انا بعمله ده مش دايت، انا بظبط اكلي بحيث ان انا بضيق المعده عندي، ماشي؟ فازاي انا هعمل ده؟ ازاي ان انا هقدر اظبط اكلي ان انا اصغر المعده، ان انا لما اجي اكل حاجه الاقيني اكلت حاجه قليله وخلاص شبعت مش قادره اكمل تاني. فدي اهم شيء. بس بنحط قواعد. ده عايزه اقول لكم الرجيم اللي عملته او اللي انا بعمله، النظام اللي انا مش هسميه رجيم لان هو مش رجيم، النظام اللي انا عملته ما فيهوش حرمان، علشان الحرمان ده اما تيجي تحرمي نفسك من حاجه وانت مشيتي على نظام معين وحرمتي نفسك من حاجه، هيجي بعد فتره هتاكلي الحاجه دي وبزياده وهتتخني بزياده، فهو ده المشكله بقى. فاحنا بنعمل ايه؟ ربنا يخليك يا مريم، اهلا وسهلا. علي كل سنه وانت طيب. الميه بتخسس عادي، يعني اشرب ميه بس والله برضو مش ميه كتير، قالوا 3 لتر 4 لتر، انا مش كيفه ميه قوي، فكنت بشرب في العادي بس ما سيبش نفسي اعطش، يعني افضل ماسك ازازه ميه كده كل شويه اشرب بق ميه، كل شويه اشرب بق ميه. مش هتاثر عليكي عشان انا اصلا ما بحبش الميه، ده كان علاجي للميه، ان انا كل ما كنتش محدده لنفسي بقى 3 لتر و4 لتر زي ما بيقولوا الكلام اللي بيتعبني قوي ده، كنتش بقدر عليه ان انا اعمله خالص، انما كل شويه باخد ايه بق ميه كده وخلاص، يعني افضل ازازه جنبي كل شويه بق ميه بق ميه بس. فاهمين ازاي؟ خلصت بقى لتر لتر ونص، خلصت اتنين زي ما تيجي معاكم، الميه حلوه حلوه جدا. بص اما دي بقى نعمل اول حاجه، اول 3 ايام دول بس هما اللي ايه بنبدا فيهم، نعمل فيهم حاجه كده اول 3 ايام. بص الرجيم ده وبعدين حاطه في دماغك ان مش هو طول عمرك هتعمليه،
يعني مش احنا هنمشي عليه ده، حط في دماغك كده، لا انا مثلا هحرم نفسي من الفاكهه، هحرم نفسي مثلا من العيش، هحرم نفسي مثلا بحب المانجا، احرم نفسي من، لا انت مجرد شويه صغيرين 3 4 شهور كده وهنرجع ناكل كل حاجه عادي، بس برضو بتأني. وانا زي ما بقول لكم برضو ده، انا باكل كل حاجه بس التأني 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 التأني. ربنا يخليكم يا رب، انتوا اللي جمال. اسماء وادم وحنان اهلا وسهلا. تمام، فاحنا هنيجي اول 3 ايام دول هنبدا ان احنا نحاول هنقل فيهم الاكل قوي. طيب انا ممكن اضعف في الثلاث ايام دول، هقل فيهم الاكل ازاي؟ يعني العيش لازم يتمنع، العيش لازم يتمنع، العيش ثم العيش ثم العيش. بعمل ايه علشان انا همنع العيش اول 3 ايام؟ وهاكل رز، مش هاكل مكرونه بس، ممكن اكل رز، ممكن اكل رز معلقتين ثلاثه بالظبط. بقول لكم هو ما فيهوش حرمان، انا اكلت جاتو، انا اكلت قشطه، انا اكلت كل حاجه، بس بين الفتره يعني مثلا انا مثلا عندي مناسبه وانا بعمل الدايت بتاع 3 شهور اللي انا عملته، او مش دايت زي عندكم النظام ده، عندي مناسبه فيها جاتو، هل انا هحرم نفسي وهقول مش هاكل قطعه الجاتو دي علشان انا عامله رجيم واجي بعد كده اقعد احرم نفسي احرم نفسي احرم نفسي، واجي بعديها بعد المده المعينه دي ارجع تاني زي انا حرمت نفسي على الفاضي، ارجع تاني ادخن ويمكن بزياده. الله اكبر الله اكبر. تمام، كده ايه؟ لا لسه المسابقات لسه شغاله، ولسه احنا ما وقفنا التوزيع، ان شاء الله بعد يعني اليومين دول هنبدا نوزع لسه جوائز معانا بتاعت دريم وبتاعت الملكه، لسه شغالين ما تقلقوش ان شاء الله، عشان مسكت الناس كلها بتصيف وراحه هنا وهنا. تمام كده، فعايزه اقول دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ منال يخليكي يا منال تسلمي. اهو ما فيش حرمان، ما فيش حرمان. انا نفسي في حاجه، انا واقفه في البلاش، بس اهم حاجه اول 3 ايام دول هو اللي هنظبط فيهم عشان اصغر المعده. اول 3 ايام دول انا هصغر فيهم عشان اظبط المعده، ان انا محمد رسول الله، ان انا مش هاكل عيش. لما اجي اتغدى هاكل لحوم اكتر من الرز، هاكل طبيخ عادي بس يا ريت تكون سمنته قليله، عادي لو في سمنه مفيش مشكله، بس هاكله ايه؟ هصغر، هقلل الرز، ممكن اخد شوربه. بص بنعمل ايه اول 3 ايام دول؟ العيش بلغيه خالص من حياتي اول 3 ايام دول. طب ايه اللي بيعوضهم؟ عشان انا خلاص انا واخده ان انا اغمس عيش، انا بطبيعتي انا بحب العيش، بعمل العيش حلو قوي فبحبه قوي، فانا ممكن ابقى العيش باكله احلى من الغموس اللي فيه، يعني ممكن العيش عندي حللي اكله، فدي مشكله. تمام، بتعملي ايه بقى؟ انا مثلا بفطر بتعشى بتغدى، يعني الفطار والعشاء هيبقوا شبه بعض. هتاكلي مثلا جبنه، هل هاكل الجبنه حف؟ احنا مش واخدين على كده. هاكل بيض، هل البيض ده هاكله حف؟ هتغمسي بايه؟ هتغمسي بخس وفلفل اخضر، يعني تعملي سندوتش خس في الجبنه بتاعتك او البيض او اي حاجه. اول 3 ايام بس العيش مش هتحرم منه، هناكله بعد 3 ايام ما تقلقوش خالص، بس اول 3 ايام بس. هفطر الصبح بيض مسلوق مع جبنه بيضة، يا ريت تكون قريش، لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي، هغمسهم بايه؟ وهشرب شاي بلبن عادي جدا، بقول لكم والله رجيم ما فيهوش حرمان خالص. هفطر الصبح بيض، ممكن بيضتين مثلا مسلوقين، ومعاهم الخس، هغمس بخس، هعمل سندوتش خس، هعمل سندوتش فلفل رومي، واحط فيه البيض واحط فيه الجبنه وكل حاجه، واكله مع الشاي بلبن. ال 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 البيض المسلوق بيشبعك فتره طويله، واعملي كوبايه شاي لبن كبيره، اعملها كبيره، بس هنحط سكر دايت، وهبقول لك المره الجايه على نوع السكر دايت ايه. ماشي، طبعا في انواع كتير جدا بس هقول لك نوع منهم، يعني واغلبيتهم كويسين. الحبوب التخسيس، سيبك من الحبوب وكل الكلام ده، لا 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 لا، ما تاخديش حبوب تخسيس، ما تعمليش الكلام ده، ولا خدت اي حاجه، ولا عملت عمليه، ولا خدت حبوب تخسيس، ولا خدت اي ادويه، وان شاء الله مستمريه معاكم في الرجيم ده ان شاء الله. هو هنقل الاكل بس، اللي بيخش من هنا هو ده اللي بيتخن. هاكل بقى زي ما قلت لكم مثلا بيضتين مسلوقين غمست بجبنه، انا غمستهم بالخس او بالفلفل الرومي.
معاهم شاي بلبن كبير كتير وقليل اللبن شويه. طب انا جعت، ايه اللي ممكن اكله وبرضه يفضل في المعده فتره طويله وما يحسسنيش ان انا عايز اكل حاجه؟ زبادي. هات، يبقى احنا في الاول كده هنجيب كرتونه بيض، هنجيب زبادي. زبادي ده اللي هنحضره عشان الاكل بتاعنا. الزبادي دايت في الاول، بعد كده مش هيبقى دايت، هيبقى عادي خالص، بس انا هحاول اقل بس منه. هاخد قبل ما اكل علبه زبادي، قبل الفطار او الغداء او العشاء هاخد علبه. هنعمل ايه كمان؟ انت هتقوم من النوم الصبح هتاخدي شاي باللبن بتاعك العادي خالص او نسكافيه او اي حاجه بتاخديها زي ما بتحبي باللبن، بس تكبريها شويه، خلي الميه فيها تبقى كتير. وبعدين اخر الفطار قوي. عارفين نظام الصيام المتقطع ده اللي انا بدات بيه؟ ايه هو نظام الصيام المتقطع؟ ان انا بصوم 16 ساعه بس بشرب فيهم حاجات، بشرب فيهم سوائل كتير بس من غير سكر او سكر دايت، ماشي؟ يعني باخد نسكافيه وباخد لبن عادي جدا، باخد مش لبن ساده، يعني شاي بلبن بيكون لبن قليل واحط عليه سكر دايت لو انا عايزه، لو مش عايزه ممكن ما احطش خالص سكر، تمام؟ وبعديها ده اللي بيخلي المعده تصغر. صيام بفطر امتى؟ يعني انا مثلا ببدا الصيام من 8 بالليل لغايه الساعه حوالي 10 الصبح، 11 الصبح، 12، بفضل الهي نفسي في اي حاجه، بس باخد زي ما قلت لكم بشرب ميه، بشرب اي حاجه، مثلا ينسون، بشرب نسكافيه، بشرب شاي بلبن، بشرب نسكافيه باللبن، كل دوت بلبن قليل والسكر دايت لغايه الساعه 12 واحده، بلاهي نفسي انا في الحاجات دي واشتغل في اي حاجه بقى، روائد لا بيعمل اي حاجه، لاهي نفسك لغايه تيجي الساعه 12 واحده. ابدا ان انا ايه، وكل شويه على فكره الوقت ده بيتاخر، كل ما بخلي مده الصيام متقطع فتره طويله بيكون لي احسن. بدات ان انا افطر، هفطر اروح سلق البيض والجبنه القريش وابدا ان انا اكلهم زي ما قلت لكم بايه، بالخس او بالفلفل الرومي. بعد كده عندي بقى هبدا اقطع هتعشى امتى في الفتره دي، في الثلاث ايام دول بالذات هتعشى الساعه 8، هتعشى الساعه 8. هتغدى امتى؟ هتغدى مثلا الساعه 4 5. ايه هو هيكون غدايا؟ ايه هو في الثلاث ايام يكون غدايا؟ معلقتين رز مع مثلا صدر فرخ او ورك، ما فرقتش والله خالص، تمام؟ مع شويه خضار، ما يكونش كتير. لو انا هاخد مثلا قسمي الغدا على مرتين برضو، يعني عارفين انا دخلت النظام اتنين مع بعض، عملت الصيام متقطع وعملت اللقيمات، يعني ما اكلش وجبه على بعضها كلها، لا انا ممكن اكل مثلا معلقه رز مع شويه خضار مع حته فرخه صغيرين كده، واقوم اشوف الخم نفسي في اي حاجه، حد عايز حاجه اقوم اجيبها له، المهم لاهي نفسك في اي حاجه، هتلاقي نفسك بقيتي تشبعي، نفسك بتسد كده شويه. تعالي ارجعي لو عرفتي تكملي كملي بعد حبه صغيرين كده، تعالي ابداي كملي شويه كده، كمان معلقه رز واحده مع شويه خضار اكتر، كتري الخضار وكتري الفراخ او اللحمه. تمام. بعد كده انا جعت في النص، مفيش فاكهه، مفيش فاكهه، مفيش خيار، مفيش جرجير، ما تاكلوش. يعني بصوا كل ما نقلل الاكل كل ما دينا احسن، كل ما تمسكي الحاجه كده ما تقوليش حرام تترمي، لا حرام تاكليها، دي خليها قاعده عندك. ما لقيتيش حاجه موجوده، حد سايب حاجه من الاولاد، حد سايب اكل، حد سايب حاجه، واقول ايه ده انا هاخدها عشان ما ترميش، حرام، لا حرام تاكليها، خليها قاعده عندك كده، حرام تاكليها. تيجي بعد كده جعت في النص علبه زبادي، علبه زبادي اللي هي الصغنونه دي، تمام؟ دايت في الاول زي ما قلت لكم، بعد كده مش تبقى دايت، بعد ثلاث ايام مش تبقى دايت. انا بس النهارده بكلمكم على الثلاث ايام دول، عايز اشوف مين هيبدا معايا، ومن بكره مفيش تاجيل، من بكره مين هيبدا معايا من بكره النظام ده، من بكره ان شاء الله. عندكم بكره ايه؟ بكره الاربع، خميس، جمعه، ثلاث ايام دول هنعمل فيهم ده. والله الايام بتجري وبتلاقي نفسك بتنزلي بشكل حلو جدا 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 جدا، وتنبسطي وتلاقي نفسك انت عايزه تكملي، لان انت مش محرومه من حاجه. احنا الحرمان عندنا التلات الاولين بس، بس بصغر المعده، بكشش المعده، تمام كده؟ كل شويه اشرب بق ميه، كل شويه اشرب بق ميه. يجي في العشاء هتعشى ايه؟ علبه الزبادي، حته جبنه قريش بخس او بفلفل،
بس تمام. كل ما تحسي انت جعانه اشربي بق ميه، وحسي انت جعانه اشربي بق ميه تمام كده. هتاخدي بقى الصيام، هتصومتي خلاص من 8 لغايه تاني يوم الساعه 10 11 12 حسب ما تقدري. بس في الصيام ده انت بتقدري عليه سهل جدا، ان يعني انت تشربي مشروبات كتير فيه، ومن ضمنها فتره النوم. يلا يا جماعه اسماء معايا اهي، يلا يا اسماء ان شاء الله ربنا يديكم القوه والصحه، هتخسي بسهوله ومن غير ما تتكلفي على قد الايد، جدا 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 الخسان بتاعنا. بكره الثلاث، بكره الثلاث، بكره الثلاث خلاص، يبقى ثلاث واربع وخميس، 3 ايام برضو، هما 3 ايام بقى. اوكي ماشي. انتي صايمه؟ لا اجلي بعد الصيام. والله والصيام جميل، الصيام حلو جدا في الرجيم، تحفه يعني. افطري على حاجه قليله قوي، الصايم معانا في الايام دي يفطر على حاجه قليله جدا، وبلاش سكريات كتير، يعني هي تمرايه واحده، تمره واحده مش ثلاثه، الثلاث تمرات بوجبه. الكحك ما كانش دعوه بيه خصمين. مع اني كلت والله بس كلت قد ايه؟ يعني كلت في العيد ده كله كحكايتين مثلا، كحكايتين ونص، لان انا لما اجي اكل بقى اخد نص قطمه، حتى صغيره واسيبها. يعني ما فيهاش حرمان، بس بعد 3 ايام، 3 ايام الاولين بس هم اللي فيهم حرمان، عشان اشكش المعده اصغرها، وبعد كده ابدا ان انا ايه هنمشي مع بعض. هكلمكم تاني في الاسبوع الجاي هنكمل 3 ايام مع بعض ازاي بعد 3 ايام. بس انا عايزه اشوف مين هيبدا معايا 3 ايام دول، علشان انا مش عايزه اقول لكم كلام كتير مع بعضه والخبطكم. والفيديو ده هيفضل موجود، عشان مش هيبدا معايا، ممكن بعد كده يبدا عادي. والله رجيم سهل بسيط مش مكلف، منتهى البساطة. أنا ما كلفتش نفسي حاجة، ومش ترجعي تاني ولا أي حاجة، إن أنت هتلاقي نفسك المعدة صغرت، تيجي تاكلي ما أنتش عارفة تاكلي، غير الأدوية اللي هي بتساعدك إنك تخسي، فلما تيجي تبطليها هتجوعي تاني. إنما أنا لأ، أنا اللي بادئة من نفسي وبإرادتي، وأنا عايزة أبطل أكل خالص. إحنا الواحد كان بيفهم غلط، يعني يقول إيه ده أنا النهاردة ما أكلتش خالص، ده أنا النهاردة ما اتغديتش، إنما أنت مرمرمة كتير جدا، واكله فاكهه واكله بسكوته واكله خصايه واكله خيارايه ما تقولش ما تخنش، لا بتتخني، واكله حته بطيخه واكله تقول ايه ما باكلش، لا كده انت ده اكل، كل اللي يخش في بقك هو اكل. ان شاء الله كل يعني قد ايه بعد 3 ايام ده كل واحد يوزن ويعرف ان هو ان شاء الله هتخسي. وسكر الدايت ما انا بقول لكم احنا يعني هو السكر حلو، انواع معينه حلوه هقول لكم انا بستعمل ايه ان شاء الله. بس عامة اللي عنده سكر دايت بيستعمله عادي، هو ده المسموح بيه في 3 ايام، بعد كده ياخد سكر عادي بس قليل. انتوا واخدين بالكم؟ يعني ببدا ان انا مثلا بياخد معلقتين سكر بس في ال3 ايام دول لازم يتمنعوا، ياخد مكانه دايت بس. بيبدا يقلل، باخد معلقه وبعدين باخد يعني باخد معلقتين احط معلقه ونص، تلاقي نفسه كل يوم اللي بعديها على طول خدي معلقه، اليوم اللي بعديها على طول تاخدي نص معلقه. هتيجي بقى تحط سكر ده تحس ان مسكر قوي في بقك، فاهمين ازاي؟ يعني الموضوع السكر ده معاكي بيقل بسهوله جدا. لا الكرش هينزل، كله هينزل بالرجيم بلوكر بسيط السهل جدا، مش متعب مش مكلف، ده حلاوته بصراحه يعني. ما احنا اهو قلت لكم 3 ايام ان شاء الله الاسبوع الجاي، اللي عايز يكمل بعد 3 ايام يوم واتنين كمان مفيش اي مشكله في الرجيم ده، ان احنا بنعمل صيام متقطع وبنعمل لقيمات الاثنين في وقت واحد. يعني انا بعمل صيام متقطع بقى فتره طويله، اللي هي من على فكره الحاجات دي بتعالج، يعني اللي حدش يقول ان هي بتضعف، لا لا بالعكس دي بتعالج. برشام رجيم؟ لا لا مفيش برشام رجيم، نو 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 مفيش اي دواء رجيم، سكر ده بس هو معانا في الموضوع بس. من غير سكر خالص ده ممتاز جدا، اهلا وسهلا يا هلا معايا. اوكي يلا بينا ابداوا زي ما قلت لكم، اراده عايزه اخس بعد 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام، حتى اللي عايز يبدا معايا الرجيم ده 5 ايام براحتك، بس انا عملت اقل حاجه 3 ايام للي عايز يبداه. يعمل الرجيم ده صيام متقطع لقيمات، باكل الحاجه على كذا مرحله، يعني وانا باكل ما افضلش قاعده على الاكل نص ساعه او تلت ساعة او ربع ساعة، لا كل شوية اقوم، كل شوية اقوم على الاكل، اكل لقمتين واقوم او اعمل حاجة، اناول حد حاجة، اعمل حاجة في المطبخ، اسوي اي حاجة، قوامكو من على الاكل ده بيقل الموضوع شوية شويتين تلاتة اربعة.
ابدأي اللي ما سمعنيش بالفيديو يبدأ من الأول تاني. الفطار 2 بيضة مسلوقة مع جبنة قريش، 2 بيضة مسلوقة مع جبنة قريش، وبكره ممكن تبقى بيضة مسلوقة واحدة مع جبنة قريش. أنا بس بديكوا اللي لسه مع سكر الفاكهة وسكر الدايت ماشي، سكر بني لأ عادي، سكر بني عادي، السكر العادي. هنعمل فيديو الأسبوع الجاي، أشوف بس مين كان معايا ومين. أنا عايزة أشوف حاجات عملية، عايزاكوا تخسوا صح. الخسسان بلوت ده حلو جدا، اهم حاجه اي حاجه لازم فاهمه كده، اول ما امسك حاجه اكلها هتخني، اي حاجه تخش من بقي هتخني، اي حاجه اي حاجه، خضار فاكهه كله لازم يتمنع، كله لازم يتمنع، كله لازم يتمنع. اكل على قد انا ما ايه يعني، انا عايزه بس الجسم يفهم ان هو لازم يديني. بص ما منعتش سمنه على فكره خالص، ما منعتش لبن، ما منعتش، بقول لكم القشطه كنت باكلها بس بعد كده مش في اول 3 ايام ماشي. فدي حاجه مهمه جدا. برشام بتاع السكر ممكن اخده؟ لا ما عنديش اي ادويه غير بالطبيب يا جماعه، اوعوا اوعوا. الفيديو موجود مستمر. تزيدي هعمل لكم فيديو تاني للزياده، ده خليك على جنب كده عشان احنا وقعتي في عصابه والله. احنا كلنا عايزين نخس، فده يزعل هيقطع عليكي قوي اللي عايز تتخنجي. ربنا يخليكي وسام، اهلا وسهلا. النظام التاني بعد بس نخلص ده الاول، هقول لكم انا مش عايزه الخبطكم، انا مش عايزه الخبطكم، لان التاني انا بس في الرجيم الاولاني ده في الثلاث اربع ايام 5 ايام عندكم من 3 لـ5 نبدا مع بعض. ده هنمنع عيش، هناكل رز في الغداء معلقتين، هو نشويات مهمه برضو في الجيم ده على فكره. ما احرمش الجسم من حاجه، انا هدي الجسم كل حاجه علشان ما يحسش بالحرمان، وارجع بعد ما اخس وارجع اكل اتخن. ده انا مش عايزاه، انا مش هحرم الجسم من حاجه خالص، بس هو اول 3 ايام لـ5 ايام ابدا ان انا اكشش المعده، اخلي المعده ضيقه، اجي اكلها حاجه تشبع مني بسهوله من غير لا بالونه ولا عمليه ولا ادويه ولا مش عارفه اخد ايه علشان اخس، ومشروب ايه عشان اخس، وليمون مش عارفه بالجنزبيل. بصوا هو الاكل، هو الاكل. عايزه تشربي شاي اخضر اشربي، الحاجات دي صحيه بقى يعني، صحي، والجنزبيل صحي والليمون صحي، بس مش هقول لكم فرض يعني، مش يعني مش فرض لا، انما هي حاجات صحيه يعني. الجنزبيل بالليمون صحي حلو جدا، برضه بيساعد على الحرق شويه. الشاي الاخضر حلو صحي، بس مش هو اللي بيخسس، مش هو اللي بيخسس، نركز في ده. اللي هيخسسني ان انا ما اكلش، ده اكتر حاجه. تمام، يبقى انا دلوقتي هفطر، هعمل صيام المتقطع وفوستي اللقيمات. يعني انا هقوله تاني وتالت ورابع وخامس، بص معاكو علشان تفهموه كويس جدا، واقوله تاني وتالت ورابع. انا بعمل نظامين من الرجيم مفهومش حرمان، غير اول 3 ايام او 5، اللي عايز يبدا 3 او 5 براحتكم. الجنزبيل المغلي غلط، لا حطي عليه ميه سخنه ما تغليهوش، تمام، وسيبيه شويه منقوع، بس مش هيخسس يعني، ممكن يساعد على الحرق شويه انه مش هيخسس. اللي بيخسسني ان انا ما اكلش. ايوه اقفلي بقك تخسي فعلا، بس عايزه اقول لك برضو ما انا ما اقدرش ان انا احرم نفسي قوي فتضعفي، فالجسم يعوز ياكل، ما هو الحرمان ده لا، انا بقول رجيم من غير حرمان. باكل كل حاجه، كل حاجه تتخيلوها بتتاكل بعد الـ3 او الـ5 ايام دول بكميات قليله جدا وفترات متقطعه. يعني انا دلوقتي مثلا زي ما قلت لكم كده، والله على اسلامي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. ربنا يخليكم يا رب. من تاني وتالت ورابع انا معاكم. الرياضه مش مشكله، الرياضه طبعا مهمه، الرياضه مهمه جدا، والمشي حلوه قوي 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 قوي، بس برضو مش هو الاساس التخسيس، لان انا ممكن امشي ممكن العب رياضه والاقي نفسي بتخن. ليه؟ عشان المشي والرياضه بتجوع فبتاكلي، فبلاش منها اول 3 4 3 3 5 بلاش منها.
عايزه تمشي كده بسيط، تتفرجي في المحلات مش عارف ايه على الخفافي ماشي. القهوه الخضراء بتخسس ولا مش حاجه بتخسس؟ عايزه تاخديها خس حاجه صحيه اوكي. بذور الايه القطونه ما انسوا، قله اكل قله اكل. واللبن عادي تشربي شاي باللبن بس ما تكتريش اللبن، حبه صغيرين. انا مش بعمل الكيتو، هو ده انا بعمل اللي هي بنخس من غير حرمان بسهوله. انا مجرد ان انا بخلي المعده تصغر وبدي فرصه ان المعده تهضم كل ده في الرجيم الصيام المتقطع واللقيمات. الصيام المتقطع زي ما قلت لكم من 8 بالليل بنبدا نمنع اكل، بس ممكن اشرب اي مشروبات بسكر دايت لغايه فاكهه كتير، لا عصير فاكهه طازه، اعصر لي بقى 3 اربع برتقانات ولا 10 فراولات ولا 15 فراوله واكلها، ولا اصبعين موز. الموز ما فيش موز خالص في اليومين دول خالص ماشي، لان الموز بيعوض لو انا بخسس واجي اكل موز الاقي نفسي الموز بينعشني، فخلي بالكم بيعوض خالص. الحرق بايظ، الرجيم ده هينفعك. تمام. النكد بيتخن. ربنا يسترها. حاضر ماشي معاكم معاكم معاكم. من بيتي او النسكافيه؟ لا عادي والله، بس مفيش حاجه غلط، النسكافيه عادي بس ما تكتريش اي حاجه، ما تكتريش منها. عايز تشرب نسكافيه اشربي نسكافيه باللبن، اللبن يكون كميه قليله، الميه بتاعت النسكافيه تبقى اكتر. ال لا ده مش رجيم سالي خالص. سالي صديقتي وحبيبتي، دي حاجه ودي حاجه ماشي. ايه تاني؟ في بيض وجبنه في عيش؟ لا، اول 3 ايام مع او 5 ايام ما فيهوش عيش. الحامل لازم مع الدكتور، الحامل مع الدكتور لازم، عشان البيبي بيبقى عايز غذاء اكتر ماشي. هتتأجلي الرجيم بعد ما دي فرصه ليك بعد ما تخلفي ان شاء الله. ما تاكليش بس نشويات كتير، يعني حاولي تقللي النشويات للحمل، وكلي كل حاجه طبعا البيبي بيحتاج غذاء. قللي بس النشويات بس، انما كلي كل حاجه، كلي فاكهه كلي خضار كلي كل حاجه، انت حامل دي فرصتك. ماشي. كله بصوا الرجيم ده بيخسس كل منطقه في الجسم. الكسل والخمول من كل، يا عارفه الرجيم ده هيخليكي تبقي نشيطه جدا ان شاء الله يعني. الحديد ماشي طبعا. لبن النيدو اللي هو اللبن عادي، كل حاجه قليله. بصوا الرجيم ده مفيهوش حرمان خالص خالص خالص، مش حرمكم من حاجه، بس احنا اول 3 ايام او 5 ايام دول اللي احنا بنعمل فيهم الرجيم ده، ان احنا بنعمل الصيام متقطع واللقيمات. اللقيمات ليه بقول لكم كمان كده؟ انتوا عارفين لما اجي اكبس المعده بداش فرصه تهضم، يعني ايه؟ انا لما اكل فطار على بعضه او غدا على بعضه او عشاء على بعضه حبه كتير من الاكل بيبدا المعده قد كده فتتملي، اجي بقى تهضم تعرفش تهضم، فتروح عامله ايه؟ تبقى يعني الهضم بالنسبه لها صعب، فتروح عامله ايه؟ مخزنه، وتقول اهضم براحتي بعد كده، مخزن دهون ماشي. خلي بالكم قوي 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 ان احنا لما نيجي ناكل هناكل بس حبات صغيره، يعني انا هعمل انا خلصت على الجيم ده، انا اللي عمال نفسي. يعني انا حرمت نفسي كده من الاكل، كان الاول باديه بالرجيم المتقطع ده، الصيام المتقطع ان انا ما اكلش من 8 بالليل لغايه الساعه 1 او 2 الظهر، وبدات شويه شويه ان انا اكبر الفتره دي، ولما اجي اكل اكل حبات صغيره حبات صغيره، يعني مثلا اروح واكله بيضه مسلوقه واستنى على نفسي شويه، اكل حته جبنه مع خس واستنى على نفسي شويه، دي ممكن ساعه مثلا نص ساعه بلاقي نفسي في اي حاجه، اروح واكل الجبنه مع الخس، استنى على نفسي شويه ممكن اكل علبه زبادي، واستنى على نفسي شويه كده شويتين ثلاثه اربعه بقى الاقي نفسي في اي حاجه كده، عشان الغدا بقى ابدا اكل حته الفرخه المسلوقه لوحدها. بعد شويه ممكن اكل الايه؟ معلقه الرز مع شويه خضار كتير.
مش كتير قوي يعني، برضو مهما ياكل كتير دي يعني معلقتين ثلاثه، هتلاقي نفسك بيسد نفسك مش عارفه ايه، شاي رجيم ولا كل ده ليه مليون لازمه معايا خالص انا خالص. تمام، هي قلة الاكل وزواج بالليمون والكلام ده كله ولا مليون لازمه برضو، طول ما انا باكل ولا ده هيحوق فيا خالص خالص. تمام، احنا لازم نقلل الاكل جدا 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 3 ايام، واعملي وحاطه في اعتقادك ان انت يعني مش هتفضلي طول عمرك كده، لا ده انا مثلا انا بحرم نفسي عشان اخس، بعد كده ممكن هزود الاكل عادي وكل حاجه، بس برضه تبقى بقدر ان انت مش عارفه تاكليه، مش غصب عنك لا. فانت دايما الواحد لما بيبدا رجيم او حاجه يقول يا ده انا هحرم نفسي، ده متعه الحياه الاكل، طب انا ليه اقعد في نفسي كده، لا هتاكلي هتاكلي بس بعد شويه، هتاكلي كل حاجه بس بعد شويه، ده اهم حاجه تبقى مقتنعه بده. 11 كيلو ما شاء الله، برافو عليكي، بس اهم حاجه ما ترجعهمش تاني، اهم حاجه ما ترجعهمش تاني. الخيار كتر برضو اكله هيتخنك، اي حاجه خلي بالك ما تكتريش، كل خيارية او نص خيارية بس، اي حاجه بالبق. ليه بقول لك انت بص الخيار ما بيتخنش، فكلي بقى كيلو خيار او 3 4 خيارات او 5 خيارات، انتوا عارفين ايه اللي بيحصل، المعده بتكبر على اي حاجه بتدخليها، يبقى انا مش هتخني انما هستعد ان انا اتخن، اجي اكل بعد كده نفسي جعانه عشان المعده بقت كبيره، فانا بحاول اكشش المعده قدر امكاني. انا في ال3 ايام او ال5 ايام الاولانيين دول انا بحارب ان انا اكشش المعده، ان انا لما اجي اكل اي حاجه الاقي نفسي شبعت، صدقوني. والبطيخ كله قليل قليل كله قليل، هو ده النظام. انا مش عندي، انا اللي بقول لكم عليه ده 3 ايام او ال5 ايام اللي هنمشي عليهم هتمشي بنفس النظام ده، انا باكل من غير عيش خالص، بغمس العيش بتاعي يا اما يكون خس او فلفل اخضر، هاكل بيه بيضه مسلوقه، هاكل بيه، ان احنا عارفين ان احنا حياتنا ان انا بغمس، او ياه ده انا عندي اكل ما عنديش عيش، يا نهار ابيض، يبقى احنا كده مش هنعرف ناكل، صح كده؟ دي معتقداتنا، ايوه ده مفيش عيش مفيش اكل. هو ده النظام، هو ده النظام من اول اللايف وانا عم اقول لكم عليه، رجيم متقطع والصيام متقطع واللقيمات الاثنين مع بعض، يعني انا هصوم من 8 بالليل للساعه 12 او 1 او 2 حسب ما تقدروا، هشرب مشروبات بسكر دايت او مشروبات ديت اللي هي ممكن شاي بلبن، ممكن نسكافيه باللبن، اللبن قليل جدا، ممكن ينسون، ممكن نعناع، ممكن اي حاجه تشربوها، بس سكر قهوه ممكن، بس سكر دايت او قليل جدا، يعني يا ريت يكون سكر دايت. حبايبي ربنا يخليكم. مريم والله سهل سهل سهل، انتوا مش متوقعين، جربوا هتعرفوا ان هي حاجه سهله جدا، ربنا يخليكم يا رب. بس يلا بينا نبدا من بكره 3 4 5، ابدأوا هتلاقوا الموضوع معاكم بعد كده، بعد 3 او 5 ايام انتوا مش عارفين تاكلوا، تيجوا تفطروا مش عارفين تفطروا. طيب بعد ابدأ بس اللي ممكن انا اتاخر عليكم في اللايف، بعد كده عايز اقول لكم بس نبدأ ايه اللي هيبدأ معايا 3 ايام ولا هيبدأ 5. عملنا اكل دايت، مفيش اكل دايت، مفيش، بناكل كل حاجه، بناكل كل حاجه، بناكل بيض مقلي، بناكل طبيخ، مفيش اكل، مفيش حاجه اسمها اكل دايت. انا مش عايزاكم تحسوا ان انتوا عاملين رجيم، مفيش الكلام ده، احنا بناكل عادي بيض مقلي عادي جدا، ممكن اقلي بيضتين الصبح بس مش في 3 ايام الاولانيين بقى، بعد كده بعد مثلا فول بالبيض، عامله 3 4 معالق فول كده عليهم بيضايه مقليه بحته سمنه صغننه، مفيش حاجه اسمها ما باخدش سمنه، انا ما باخدش سمنه، فالجسم بيبدا يعمل ايه؟ يخاف على الدهون اللي عنده ما يطلعهاش، انما انت بتديله عادي ده حاجه صحيه جدا مش اي حاجه خالص، انا بديله حاجه فيها سمنه هو مطمئن فبيبدا يخرج عادي السمنه الدهون اللي عنده يستخدمها. تمام، جربتي الملفوف اللي هو الكرنب يعني؟ ماشي والله العظيم، طول ما احنا بناكل ولا الكلام ده بيحوق فينا خالص. ربنا يخليكي، اهلا وسهلا. امينه، اهلا اماني، اهلا يا امان، سلمي عليهم بنات حبيبتي، بناتي اهلا وسهلا، ربنا يخليكم.
بقالك 105 وبقالك جربي معانا بس الرجيم ده، هتنزلي والله جدا جدا جدا. اهم حاجه بس كل ما تيجي تاكلي لقمه او اي حاجه في ايديكي افهمي ان هي هتخنك، مفيش حاجه اسمها هاكلها عشان ما تترميش، لا عشان حرام ما تترميش، حرام ان انا اكلها. ماشي، دي اهم حاجه. انا صايمه 6 ايام، ممكن اعمل ايه في الصيام؟ في الصيام هتاكلي قليل خالص برضو، هتفطري عادي، بس لو فطرتي حاجه مسكره خدي تمرايه واحده مش ثلاثه، ولما تيجي تاكلي ما تاكليش بس على طول، يعني ده انت خدتي تمرايه قومي صلي المغرب واستني شويه مع كوبايه ميه طبعا كبيره قوي، وبعدين ارجعي كلي. اما تيجي تاكلي ما تاكليش فطارك كله على بعضه، هتاكلي مثلا البروتين الاول، هتاكلي حته الفرخه حته اللحمه، وبعدين استني شويه وبعدين ابداي كلي السلطه كل النشويات، بس اهم حاجه كل البروتين الاول عشان ده اللي بيدخل المعده بيشبعها. اهلا وسهلا معاي، اهلا اهلا، يلا ابداوا من بكره ان شاء الله. النهارده بالليل هتصوموا الساعه 8 لغايه بكره الساعه 12 الظهر، سلي نفسك، لهي نفسك في اي حاجه، ده اللي لسه مبتدئين معايا خالص، لسه ما مش عارفين ايه هو الصيام المتقطع. يعني هتفطري الساعه 12 على بيضه مسلوقه او اتنين حسب ما انتي اكلك بتاكلي قد ايه، وبعدين كلي جبنه قريش بخس او بفلفل، واستني واشربي ميه، كل شويه اشربي بق ميه، كل ما تحسي ان انتي جعانه اشربي بق ميه. هتجيبي عندك زبادي دايت، كل ما تحسي ان انتي جعانه كل علبة زبادي، ده بيخليها برضو بيملى المعدة معاكي قوي وصحي، ان احنا ما نضعفش واحنا بنعمل الرجيم ده. جويرية اهلا وسلمي لي عليها، عايزة تعملي البنوتة رجيم؟ طبعا امنعي عنهم الشيبسيهات، امنعي عنهم بيبسيهات، امنعي عنهم الحلويات، ده اهم شيء. اكليهم اكل صحي، خضار فاكهة رز، ده اهم حاجه. هنبدا في الاول هنمنع للاطفال الشيبسيهات البيبسيهات الحلويات، ده اللي عايز يعمل رجيم للاطفال هنتكلم عليه مره تانية برضو ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حاجه فاطمه. طب انت ممكن تراجعي الفيديو، انا بصي ابو جمال انا كلمت كذا مره عليه. بديل الزبادي الدايت عادي، بصي هو اصلا الزبادي العادي حلو جدا وصحي، بس انا عايزه اول 3 او 5 ايام هم دول بس اللي هنظبط نفسنا فيهم، ان ممكن تاكل زبادي عادي مفيش مشكله ممكن. حلويات لا، حلويات لا، معلش حلويات لا. في رمضان والله هتخسي بسرعه، ما تقلقيش بعد رمضان هتخسي بسرعه ان شاء الله. انتي بس تبداوا معايا كده الرجيم ده وان شاء الله، بس امشي على الصراط المستقيم، مش عايزه اكلات في النص، مش عايزه شويه لب اقول مش هتخنوني، مش عايزه كل خيارتين ده اقول مش كل حبه مثلا بطيخ اقول مش هتخن منه، كل برتقالتين ده اقول مش هتتخني، اي حاجه بتتخن، اي حاجه بتخش البق بتتخن، ده لازم ابقى معلومه كده واضحه وصريحه. يعني عشان انا مشيت على رجيمات كتير جدا 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 جدا، وكل واحد يعمل لي نظام وكل دكتور يعمل لي نظام، واغلب الانظمه ما بتنفعش معايا. لا ان شاء الله مش انا بقول لكم كام يوم دول مش هتجوعي ان شاء الله. البرغل بديل الرز برده مش كتير، هتاكلي برغل بديل الرز برده معلقتين تلاته ما تحاوليش. اذا بدو فيه سكر بلاش. خسيت قد ايه؟ بصوا حوالي يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني بتاع 10 كيلو ما شاء الله. والله العظيم من غير لا ادوية ولا عملية ولا اي حاجة، ولسه مستمرية ان شاء الله. الزبادي والمشمش، الزبادي حلو. بصي ما... لا ما ت... الفاكهة برضو قليها قوي. ما تسهريش بالليل، بتقولي بجوع بعد الساعة 12، من ضمن اسباب التخن السهر، نحاول ننام بدري، ده صحي جدا عشانك وعشان البشرة وعشان ما تعجزيش بدري، النوم بدري مهم جدا جدا جدا. حلويات لا، حلويات لا، حلويات لا، حاولي تقليها شوية شوية قدر امكانك، قدر الامكان شوية شوية قليها. وبعدين في شوكولاته دارك، هي دي اللي تجيبيها بقى وتاخدي منها حته صغننه.
باكل كابوتشا برضو، ولا كابوتشا كتير على طول برضو زي ما قلت لكم، الحاجات دي بكبر المعدة واجي بعد كده جوع. لا يعني انت هتخسي كام كيلو دي بقى، دي حسب انت كل جسم دي طبيعته، بس انت ابدأي مالكيش دعوة، بس ابدأي وان شاء الله ايه. لا فرق كتير، 10 كيلو فرق كتير طبعا. ربنا يخليك، اهلا وسهلا ياسين. ما هو ده نظام الاكل، ان انا باكل الصبح بيض مسلوق مع جبنه قريش، بايه العيش بتاعهم، ما فيش عيش فيهم خس او فيهم ايه فلفل اخضر او فلفل الوان، مش مشكله. لا والله خسيتهم مش في كتير، ال10 كيلو مش في كتير خالص. انا يمكن خسيتهم وثبت في رمضان شويه، بس ان شاء الله راجع بعد رمضان كمان خسيتهمش في قولي شهرين، لا ما كملتش شهرين والله، ما كملتش شهرين الحمد لله يعني. ربنا يكملهم على خير يا رب. السكر ده ما تكتريش برضو، الخبز المشبع لو كانت كتير هتتخاني. انا بديهولكم يعني، احنا كنا بنعمل الحاجات دي والحبوب كتير فيها عشان لما اكل من ناحيه صغننه تنفش في المعده ماشي، ما اشبعش ما جوعش تاني بسرعه. اي حاجه بتاكليها بتخنك، اي نوع سكريات هقول لك على النوع بتاع المره الجايه اجيبه لكم عشان اوريه لكم. ده النظام، مفيش نظام جامد، هو ده. ابداوا اللايف من تاني، عيدوا الفيديو واتفرجوا عليه وشوفوا انا بقول لكم ايه ونمشي عليه. طب انا عايزه اقول بقى، عشان لو اتاخرت عليكم في اللايف اللي جاي، عايزه اقول للي هيخلص معايا ال5 ايام و3 ايام بالطريقه دي، انا ممكن اعمل ايه بقى كده. هفطر واتغدى واتعشى عادي، برضه هاخر الفطار، هاخد شاي بلبن بتاعي العادي خالص الصبح، ولو ممكن تاخدي معايا، انت عارفه تاخد ممكن بسكوته، والله بسكوتيه واحده بس، واحده الصبح معاه عشان احس بالشبع. بعد كده برجع الساعه 12 ممكن اكل بيضه، حته جبنه، ربع رغيف. العيش موجود على فكره بعد كده في الرجيم، بعد كده في بس ربع ربع قد كده، ربع رغيف. والغدا فيه معلقتين رز، والعشاء مفيش، العشاء مفيش تمام. جوعتي هي علبه الزبادي. اللبن بشيل منه الدسم ماشي، بس ما تاخدش لبن كتير برضه. تنزلي الكرش، هو ده هينزل كل حاجه، ده كل حاجه تمام. انا مش عامله نظام، انا عامله تقليل يعني، عامله مش عامله مش عامله رجيم، انما انا بقلل كل اكلي جدا 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 جدا. امنعوا فاكهه غير قليل قوي، بعد كده هناكل فاكهه، انا عارفه ان هي صحيه جدا ومفيده ومفيده للبشره وكل الكلام ده، بس شوية شوية. مفيش عشاء، في زبادي. اتغدي متأخر، اتغدي الساعة 5 6 يعني، يبدأ بقى اللي واخد على العشاء يبدأ يأخر غداء الساعة 4 5 أو 6، أخري الغداء، أخري الغداء. أنت ما أنتش عارفة لو جوعتي ممكن تاكلي بروتين، يعني ممكن آكل حتة لحمة أو آكل صدر فرخة ومعاها علبة الزبادي لغاية ما تتعودي ما تتعشيش. هي علبة الزبادي على فكرة عشاء تمام. طيب خلاص كده عرفنا. بعد كده بعد ما نخلص 3 أو 5 أيام هناكل قليل قوي، كل حاجه باكلها بس قليل جدا. مش عايزه اقول لكم على نوع اكل معين، احنا مش مرتبطين بيه. انا باكل طبيخ، باكل رز، مكرونه بقى يعتبر بمنحها شويه، العيش باخد ربع رغيف، يا ريت يكون بلدي طبعا، والله باي نوع برضو بيتاكل كلهم محصلين بعضهم يعني، بس حاجه قليله قوي قوي قوي. ايه تاني؟ مفيش ادويه تخسيس، لا ولا عمليات. انت عارفين اللي بيعمل عمليه كمان ايه اللي بيحصل، ان هو بيعمل عمليه بعد العمليه دي بيقعد فتره كبيره جدا بيشرب عصير بس، لازم هيخس حتى لو مش عامل عمليه لازم هيخس. فاحنا ليه من نفسنا بالادب كده والذوق من غير عمليه من غير حاجه ان احنا نمنع الاكل يعني. حاولي اول 3 ايام او 5 ايام دول تحاولي تمنعي الاكل، ولو خدتي عصيري او من غير سكر، وقلي الاكل قوي 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 على قد ما تقدري. يمكن اللي بقوله ده انا مزوده لكم فيه كمان. اللي عنده سكر او عنده عايزه لازم يستشير الطبيب برضو لو سمحتوا. ادويه تخسيس لا لا، المباشر ان شاء الله من يوم السبت ان شاء الله، عندنا اجازه في القناه لغايه يوم السبت الجاي ان شاء الله.
حاضر. السكر اي سكر ده عندي لغايه ما اقول لك اجيب لكم السكر بتاعي ان شاء الله. تمام كده. طيب استنوني بقى في لايف جاي. زي ما قلت لكم احنا بنخس من غير حرمان بطريقه بسيطه وسهله، من غير ادويه، من غير عمليات، مجرد ان احنا بنقلل الاكل، مجرد ان احنا ما نستحرمش نرمي الاكل وناكله عشان ما يترميش، مجرد ان احنا ما ناكلش كميه من الاكل كبيره، بقل جدا 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 الاكل. وعشان اكشش المعده انا بعمل نظامين رجيم في وقت واحد، وهو صيام متقطع واللقيمات، ان اكل حته حته. هتفرق معاكم قوي 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 ان شاء الله، فربنا يسهلها ان شاء الله على خير. واسيبكم دلوقتي اتفرجوا على الفيديو ده كذا مره، ويعني افهموا منه حاجات كتير انا قلتها دلوقتي، وان شاء الله معاكم مستمرين. وتحياتي اهلا وسهلا من الاردن، اهلا اهلا. قللوا الاكل، هي ده سر الخسسان، مش اكتر من كده. والى اللقاء.